بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. احنا نتحدث عن خليل الرحمن عليه السلام الذي ذكر شأنه في البقرة يعني عمران عليه السلام في النساء في الأحزاب وسورة الحجر تقريب آخر ما ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام تقريب في سورة الأعلى وسورة النجم. كل حال احنا نرجوكم إلى مزيد من معلومات في شأن أبي الأنبياء عليه السلام، واللي غرضه البحث عن حقيقته اللي هو خليل الرحمن عليه السلام، معني كان يقبل النصيحة لأن احنا علماء ما نظل حد، احنا أمناء على خبر الأنبياء عليه السلام، أمناء عن ذكر الرحمن بما يليق به أن يذكر، واللي مش يعنطز وسعط راس عبر التاريخ كثيرة لعناد كثير، ولكن مالين كلهم خسروا بدابوا ما تبوش قبل فوات الأوان، وعندكم الموت تنتظركم جميعا. كنا ضائق الموت، كأس الموت لابد منه، هي المجرات وعناقيد المجرات ستموت، وربما اللي يرى فيه الآن ليس حقيقة العناقيد المجرات كما نراها، بل هي في غابر الزمان المنقضي منذ أزمان وأزمان وأزمان. والسلام على أهل الإسلام.